مرحبا. فيديو اليوم ثلاث أنواع من الزلطة: زلطة اللهانة والجزغ، وزلطة الحمص، وزلطة اللهانة الحمراء. أسهل وأطيب زلطات، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. نحتاج لزلطة الكولسلو جزغايتين، إذا تحبون طعم الجزغ يبين بالزلطة، أو جزغاي واحدة، ونص لهاناي. نبرش الجزر ببرشة خشنة، اللهانة أما نقصها نص لهاناي ونثغمها، أو تعملوا مثلي تطلع الزلطة مرتبة أكثر. نفكفك أوراق اللهانة بهذه الطريقة، ونقص الجزء اليابس بالورقة، ونلف الورقة بهذه الطريقة، ونثغم شرائح رفيعة. ونضيف اللهانة على الجزر اللي برشناه. نحتاج للزلطة نص كوب مايونيز، ومعلقتين أكل شكر. نضيف الشكر والمايونيز، ونخلطها ونتركها بالثلاجة نص ساعة. وهذا شكله النهائي وطعمه حيل طيب. نحتاج لزلطة الحمص، كوب حمص مسلوق، وطماطتين حجم وسط مثومي شرايح، وخيارتين حجم وسط مقشرة ومثومي شرايح، ونحتاج ربع كوب زيت زيتون، ومعلقة كوب كمون، ونص معلقة شاي فلفل أحمر حاد، وملح حسب الحاجة، ومعلقة أكل دبس غمان، ونص نوماي، ونخلطهم. ورشة بقدونس. نحتاج زلطة اللهانة الحمراء، ثلث لهاناي حمراء، ونوماي وحدي. نثغم اللهانة شرايح رفيعة، ونحطها بكاسة، ونعصر عليها النوماي، ونضيف ملح حسب الحاجة، ونقلبها، ونتركها نص ساعة بالثلاجة. وهذا كان فيديو اليوم، ثلاث أنواع من الزلطة. طريقتهم كانت سهلة وسريعة وطيبة بنفس الوقت، وأتمنى تجربوهم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وتفعيل جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. وألف عافية.